عيني. انتوا الحين تقولوا لي وينكم؟ اخذكم توصل الساعه 11 المطار وانتوا للحين؟ لا تو الناس يما باقي ساعه على موعد الطياره. باقي ساعه على موعد الطياره الا بالحج زايد. يلا خالتي انا والله ودي اعتذر ما اقدر اروح. وانا بعد يما انا عندي موعد الساعه 10 ونص في المحكمه بال11 عند كاتب العدل 11 ونص سوق المناخ يعني مزحوم في المواعيد واصل حدي. انا خالتي مثل ما قلت لك اسفه ما اقدر اروح. ليش يعني بتقعدين في البيت هني؟ لا ماني قاعده بالبيت بروح بيت ابوي عندي اغراض بروح اقضيهم واجيبهم شوي. اي وجه حليله سلمي على عيل وقعدي معاه شويه بعد. الله يسلمك خالتي مشكوره. يعني الاغراض اهم من اخت ريلت حماتك ها؟ طعني انا عندي وظيفه قياديه استاذنت علشان اروح استقبله واقوم بالواجب. انا اولا ما اعرف انافق مثل غيري. ثانيا ذبحتي لنا كلمه والثانيه وظيفه قياديه وظيفه قياديه، ما تقولي لي ايش تشتغلين؟ اشتغل؟ ايه انا اصلا اكبر مشرفه تغذيه في اكبر مستشفيات الدوله. مشرفه تغذيه؟ وانا اقول ايش في نسبه الوفيات بين الاطفال مرتفعه هالايام؟ لا يقول الجناح العاشر اطفال مختفي كله. يلا عاد مالت على هالوي. ايش قلتي؟ سحبيها الحين. نسمة اياني وياك ترفعين صوتك بويه مرت اخوي الغالي يا محبوبة. ديري بالك ترى ان رفعتي صوتك لسانك هذا اقص اقص فاهمة قص. اهلا اهلا مس ديانة. هلا منقاوي ازايك؟ الحمد لله بوم. ايه اخبار الامور الصغير؟ تعبان شوية حبيبي. وين دكتور سلطان؟ لازم يكشف عليه. سلطان في شهر العسل يا ستي. عقبالك. تزوج؟ مش ممكن. خبر مش كويس. حبيبي. الله، انت زعلتي منه ولا ايه؟ Take this. أنا المستجين زعلانة من كتير. سلطان بتشبتي. What? سلطان مو هني. وانت من هي؟ من انت. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا مدام. أهلاً. الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا منقاوي. مني هذه؟ ديانة. هي زايرة الكويت هالايام. اقصد ايش تبي؟ الكلب بتاعها ست عيان، جاية تعالجه عند سلطان. سلطان بعد دكتور بيطري؟ سلطان ده بتاع كله. بس الحقيقة ما شفت الزباين عنده غير أشباه ديانة دي وكلبها. ها يعني ما يجون غيرهم مرضى؟ لا والله الأول كان بيقولوا كتير. بس كان بيوزعهم. بيوزعهم الزايش؟ يقول لهم مش فاضي ما يرضاش يعالجهم. لكن عمري ما شفته غير أشكال ديانة دي وكلبها. ليه؟ ما أعرفش. أنا بقى أعرف. خلصت؟ ما صارت هذه؟ خلاص يا مدام. ها بشر انا ركبت لك الكاميرا في مكان يكشف لك الصاله كلها. خش. ومفيش حد يقدر يعرف مكانها فين ابدا. مشكور وما قصرت. العفو. وانا اسف على الكلام اللي قلته الصبح. ليش اني انا خفت انك ما تيجي وقليل هالايام اللي يحافظون على كلمتهم ومواعيدهم. لا يا مريم انت عارفة ان انا موعدي دايما معاكي مظبوطة. صاد تلك 10:30 في الدقيقة حكون عندك. 10:30 في الدقيقة كنت موجود عندك. صد صد جماعة تقصروا هذه فليساتك يا أخي وأسع عمرك طويل. شكرا مدام. بقول لك ايه مدام. نعم. يعني انا شايفك مالية البيت كله كاميرات
انت ناوي تعملي جمعيه؟ هتقلبي البيت جمعيه ولا هتعملي ايه؟ يا خي مو شغلك انت، خدت فيها ساعتك وبس، مالك حق بعد تسال. شكرا يا عيوني، يلا يلا شكرا. مع السلامه. الله حياكم الله. مع السلامه. الحين اقدر اكشف البيت كله من غير ما حد يدري، واشوف لاعيبهم ومخططاتهم اللي تدور كله علشاني. يبون يحطموني بس ما يقدروا. عادل. هلا هلا فوق. الله يابك يا عادل. شو اسوي تعبان؟ توني جاي من التلفزيون، عندي بطولة مسلسل غنائي من 13 حلقة. ها؟ إيه؟ إيه انا سمعت اليوم انك من الفير، من الساعة 5 الفير في التلفزيون. شو اسوي؟ كلام المخرج. قال لي الساعة 5 وأنا رحت من الفير. ايه؟ انطر عند باب التلفزيون، تبين أحذية؟ ما أحذية. ايه؟ بس والله ما خليه، ما خليه وراسك يا محبوبة. ايه؟ إلا أوريه أفضح بالجرايد على أجهزة الإعلام، أخليه يحترم كلمته مرة ثانية. من هو هذا المخرج؟ زين عادي لا تعصب، خليني أقول لك. هو قال لك الساعة 5 الفير بالضبط. وهو بعد ما قال لي الساعة 5 العصر، مخرج غبي غبي غبي. هو غبي غبي. اي فعلا اهل الغبي. اي ما علينا. عادل بسألك سؤال وابي منك الجواب الشافي الله يخليك. اخوك سلطان يسلم عمره، ايش علاقته بالطب؟ مثل علاقتي انا باللغه الصينيه. ها؟ لا لا اخوي خبير كبير بالعلاج الابر الصينيه، بالعلاج الابر الصينيه. اي اي سلام. اخوي الدكتور سلطان موسوعه طبيه كبيره. نعم نعم. اخوي الدكتور سلطان طالع على وادي الله يرحمه، والدي طالع على يدي الله يرحمه. يدي يا محبوبة كانوا يسولفون عنا الأوليين ويقولون كان يشيل عدته ويطوف بالشوارع ويقول باطن نعالج كسور نجبر قلوب نداوي هاي حمامات نركب. هلا هلا محبوبة، وين أخواتك اللي قلتي بتجيبي لهم؟ أبوي قال روحي أنت، أنا أطرشهم بعدين. أبوك؟ إي. شلونه؟ والله بخير، يسلم عليك خالتي. الله يسلمك. شوية أقول محبوبة، تصدقين عاد أنا اللي نظرة بالناس ما تخيب؟ أبوك هذا عسى الله يطول بعمره، أول ما قعدت وياه وسولف عرفت إنه إنسان طيب من صراحته من طيبة قلبه. مشكورة يا خالتي، هذا من طيبك أتصدقين، حتى هو راية شريفك. الله يسلمه إن شاء الله ويطول بعمره. أقول محبوبة، الوالدة متى توفت؟ أمي توفت من 10 سنين. من 10 سنين، الله يرحمها. عاد تصدقين ان انا ريالي هم توفى من 10 سنين؟ لا. ايه يعني اثنيناتهم دفعت سنة 73. الله يرحمها. الله يرحمها ويصبرنا. شو السالفة؟ كل ما قعدت انا معها بروح لحاجتنا عن ابوي. لا والمصيبة حتى هو دائما يسألني عنها. ما يكون؟ لا والله أقول خير خالتي، الحين مو كنا طافت الساعة واحدة؟ إيه تأخر السيارة يمكن. حسرة قلبي، حتى تصدقين أنا ولهانة ميتة على لطيف. معك حق يا خالتي، حتى أنا والله ولهانة عليها. ها من كثر ما حكيتوا عنها شوقتوني وشوفتها. ويا محبوبة لو تشوفين بسم الله على عمرها قمر قمر. كاملة والكامل ويها. جمال وعقل وثقل وذكاء. أكيد. كان اسمه. كان اسمه. ويش. وينهم؟ الله يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. قلوبنا انقطعت. من عمرك انت ما رحتي. أكيد شوف عينك ما وداك. ما بينا احنا حمامين. لا وشوف النحاسة. جاتنا براس العاير بعيد عن البيت عشان نشيله. شوف النحاسة. يلا خذها. يلا 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 خالتي قولي يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية.
يمه انا مو نسيت طريق بيت الا كرهته يوم شفته بالحيط بابك يسلم علي كان يوده حلو وفلعه حلو وكان طقه حلو نقطه بالقاع حلو وشله موته يمه وشقيت وجهه وفرشت عليه القليل والله شنو سويته كفو كفو بنتي كفو يمه من هذه هذه بس 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 عرفتها انت محبوبه يا مرت اخوي تعالي يا حبك تعالي 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 خلي 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 شلونك الله تهبل 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 يا حلوه لا 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 تقولين هالكلام بكره الغدا عندي يعني عندي الا اذا تبين تزعليني لا والله عاد ما نقدر على ازعلك يا حجي مرزوق بس تدري ان لطيفه توها واصله من السفر وتعبانه فبترتاح تعبانه وهي بسم الله علي لا تسولين علي عاد شوفي انا لاني تعبانه ولا شيء ومو اتغدى اقدر بعد اقدر اتغدى واتعشى بعد شأنك حكين انتي اذا عندك كلام قوليه بصراحه ايش حق هاللف والدوران والغطا وايش تبين انتي انت لا تقعد تبط شبدي وتقهرني افسخ ثوب الحمل والوداعه يا روميو لا حول ولا قوه الا بالله المره ينت وقعدت انا ينيت وقعدت ما تقول لي انت ايش حق دفاعك عن محبوبه ووقفتك صفها ليش مش اخوي بس والله ونظراتك ولفتاتك حق اختها ليلى قاصر حسك قاصر حسك يا بنت الحلال لا تفضحين مالت عليك وعلى افكارك السيئه شنو خايف يا هايف خايف لا اقول حق خالتي قماشه وافضحك والله لا اقول لها وافضحك تتزوج علي ها انا اتزوج عليك انت يا نسمه انت متربعه في قلبي يا نسمه اسمع انا ما تقشمر ولا اضحك وياك انا اقول كلمه واحده ابعد عن ليلى انا ما تهمني ليلى ولا يهمني ابو ليلى المهم عندي الفلوس فلوس ابو ليلى وعقارات ابو ليلى ارجوك ارجوك حطي عقلك براسك وابعدي عنك هالافكار السوداء ولا تخربين علي مشاريع بغيرتك العمياء فهمتيني ولا بعد يعني لم متى بالتمساك كذي لم متى بتظل على هالحالة كل هذا تأمل كل هذه يوغا ورياضة أنا أدري إيش سوي كذي عشان لا أكلمك عن أسرارك وعن بلاويك لكن أنا عارف شلون أخليك تحكي اسمع اسمع الخبر اللي بيفرحك وبتفرح له أمك الظاهر مفكرة إنها تتزوج أبوي مستحيل ومن ينتهى هالأخبار هذه من تصرفاتهم منها ايه ومنها اهو اهو كل ما شافني قال عنها انها خوش مره ونادره هالايام وهي تقول يا حليله ابوك قلبه طيب والله خوش ريال خوش ريال يعني معناه الزواج انا اقول عن ابوك انه خوش ريال هل معناه يعني شلون خوش ريال هو خوش ريال اللي تقولها انت غير عن خوش ريال اللي تقولها امك انا عارفه انا مراقبتهم من زمان وشايفه تصرفاتها ونظراتها ومعروفه نظره فابتسامه فموعد فزواج أمك ألقت شباكها على أبوي وصارت غراب أنا لا يمكن أمي تفكر أن تتزوج بعد المرحوم الوالد لا يمكن يعني شو مرة تصوم وتفطر على بصلة أنا أبوي بصلة خلينا من ريحتها زين خلنا فهمك يكون في معلومة إن إحنا يا المهتمين بالطب الشعبي والأعشاب إن البصل مصدر أساسي للدواء مثلا نخدم عندك أصبر علي هذا موضوع ثاني لازم نتكلم فيه ونناقشه ونطرحه على بساط البحث يا دكتور أبي أعرفه بسرعة شنو قصة العيادة وقصة الطب الشعبي
الله يما الحج مرزوق توه متصل ويقول ليش تاخرتوا. زين زين كان خلصت. ها شفيك ليش طالعين كذي؟ ابد حشا ماني رايحه معاك عند الاوادم وانت بهالشكل. ها استحي مني اللي ما تسحين على وجهك. يما شنو بيقولون الام احلى من بنتها وبتسكين علي. ايه الله طلع على ابليس. لا لا تخافي انا شبابي راح وين وعلي على عمري الباجي لك الحين انت. اي عيل قولي لي ايش حق مسوي بنفسك كذي؟ الله يهدعك يا لطيفه. واحنا رايحين بيت ريال غريب ما احنا رايحين السوق. ولا يعني تبيني اروح لبدرعه المطبخ؟ لا ما يصير لازم الواحد يلبس له على الاقل هدي ما تدربه ويحط ها هالوجه الام المعفس نحط فيه شيء يلمع. لا يما انت حلوه مشكوره يما. يلا بيعطيك اياها الا سمعيني خير يما. شوفي عاد ما وصيك حبيت ناس غرب متداعلين وتخفين خليش ثقيله ورزينه وقعده لا تتكلمين الا بالاصول ان شاء الله. يلا ان شاء الله. ها ذاهبين؟ ايه خالتي ذاهبين. ومحبوبه سلطان؟ ايه كانوا يذهبون. يلا. بس عادل وحنان مو راضين يروحون. ويفكه الطقاق. يلا. يلا خالتي. هذا عيب لدروس التركيب. وي عاد صدقني يا مرزوق ان انا عمري ما رجعت طبيب اسنان ولا شلعب ضرس. لا وعيالي كلهم طالعين عليه الا هذا طالع على ابوه. اكلي باك اكلي اكلي على المداخل العافيه. الله يعافيك. لعل هني ومري. الله يعافيك ان شاء الله. اسم الله عليك اعطينا الماء اسم الله عليك اسم الله عليك اسم الله عليك شرق العدو بريج يا شرق العدو بريج هني حلو اسم الله عليك يما شو عليك شرق العدو بريج شرق العدو بريج شو الله هداك بابك ان شاء الله يحرسك الله يسلمك. انت ملاحظين شيء انت يا جماعه الخير؟ شنو مع السلطان؟ اشوف العم مرزوق مهتم بالوالده وناسينه. اقول اذا حضرت مدام قماشه معلوم ننساكم. ابا مثل ما هي غاليه عندكم غاليه عندنا.